السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النهاردة بنتناول السبب من أسباب النزول كما ورد في الآية رقم 2 من سورة الحجرات، أن المولى عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الملك على هذا الأدب العظيم، هذا الأدب القرآني، وهذا الأدب الذي تعلمناه من خلال هذه الآية العظيمة، إن احنا ما نرفعش صوتنا فوق صوت النبي، وإلا فهناك تهديد بإن الإنسان ممكن يحبط عمله وهو لا يشعر إذا رفع صوته فوق صوت النبي. احنا الآن ممكن نلاقي ناس ما بترفعش صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مش موجود صلى الله عليه وسلم، وإنما سنته هي اللي موجودة بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن نلاقي ناس بترفع صوتها ورأيها فوق صوت ورأي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس ممكن تكون مش عاجبها سنة النبي ولا كلام النبي. في بعض الناس كده ربنا يعافينا فيكم، أصحاب قلوب مريضة، تقول له النبي بيقول يقول لك بس ده الكلام ده كان زمان، تقول له بس النبي أمر يقول لك يؤمر، كان في زمن وإحنا في زمن تاني، وهو لو النبي كان عايش في زمن الإنترنت والفضائيات كان وكان وكان، ويقول كلام طبعا ما ينبغي أن يقوله مسلم. فشوف الآية بتعلم الصحابة والأمة كلها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، أصلا مش هيسمع الكلام دوت إلا واحد قلبه امتلأ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. فإن كان المولى عز وجل بيقول لك ما ترفعش صوتك، فمن باب أولى ما ينفعش ترفع رأيك. يعني لما أجي أقول لك إيه، تخيل كده، يعني مثل بعيد جدا جدا، احنا قاعدين مع بعض، فانا معايا مثلا 1000 جنيه حطيتهم على الترابيزة، فبقول لك ما تاخدش ولا مليم من الفلوس ديت. فكون ان انا بقول لك ما تاخدش ولا مليم، ده من باب اولى بقى ان انت ما تاخدش 100 جنيه ولا ثلاث ولا 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 ثلاث ارباع الفلوس اللي موجوده ولا الفلوس كلها. ده انا بقول لك ما تاخدش ولا مليم. فالمولى عز وجل بيقول لك صوتك ما ترفعوش فوق النبي، فمن باب اولى بقى لا ترفع رايك على راي النبي، ولا تقول انا مش عجباني سنه النبي، ولا تقول. الكلام ده كله لا ينبغي ان يقوله مسلم على وجه الارض ابدا. فطبعا ورد في اسباب نزول هذه الايه الكريمه، ورد الحقيقة سببين في غاية الروعة والجمال. السبب الأولاني رواه البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال، وشوف بقى لما تخيل بقى، شوف الكلمة عجيبة الشكل، بيقول كاد الخيران أن يهلك. كاد الخيران أن يهلك، مين هم الخيران؟ لما أبو بكر وعمر. إيه اللي حصل؟ معقولة أبو بكر ممكن إن هو يكاد أن يهلك؟ معقولة عمر رضي الله عنه وارضاه وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه، معقولة عمر كاد أن يهلك؟ تخيل حضرتك الكلمة دي قالها ابن أبو مليكة، بيقول كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. إيه اللي حصل؟ لما جاء وفد بني تميم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر: لا يا رسول الله، بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. هم ما قالوش حاجة وحشة ولا أي حاجة، بس كل ما في الأمر إنهم صوتهم رفع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صوتهم عالي شوية. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلاف يا عمر. فقال عمر: والله ما أردت خلافك يا أبو بكر. هم قالوا حاجة غلط، في كلمة بذيئة طلعت، في حاجة غلط اتعملت، أبدا كل ما في الأمر الصوت اترفع شوية، مع أن هم ما كانوش بيرفعوا صوتهم في صوت النبي كنوع من أنواع الجدال أو كنوع من أنواع المناظرة إلى غير ذلك. ده مجرد بس بيشوروا على النبي عليه السلام، ده بيقول له يا رسول الله أمر عليهم فلان، وده بيقول له يا رسول الله أمر عليهم فلان، بس كده. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيل عمر بن الخطاب اللي أمنا عائشة بتوصفه، بتقول
كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع. كل حاجة كانت واضحة عنده جدا، ورغم ذلك بعد الموقف دوت وبعد ما نزلت الآية ديت بقى عمر بن الخطاب لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصرار حتى يستفهمه النبي، يعني يقول الكلمة وبعدين النبي يقول له إيه؟ بتقول يا عمر؟ يعني واخد بال حضرتك؟ يقول له بتقول يا عمر؟ فيستفهمه فيعلي صوته سنة صغيرة عشان النبي يسمع عمر ابن الخطاب. ده عمر بن الخطاب شفت قد ايه، يعني مجرد فقط ان الآية تنزل خد بالك عملك ممكن يحبط وانت لا تدري، على طول في ساعتها الامتثال العجيب جدا. عمر ابن الخطاب يوطي صوته خالص لما يكون عايز حاجة، يقول له يا رسول الله كنت عايز كذا كذا كذا، يوطي صوته. فالنبي يقول له بتقول ايه يا عمر؟ بعد ما كان عمر بن الخطاب صوته عالي جدا لدرجة ان بعض السلام احيانا يقول له اخفض صوتك يا عمر. سبحان الملك، شيء عجيب جدا على كم الامتثال العجيب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من أسباب نزول هذه الآية الكريمة سبب رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك أنه لما نزلت تلك الآية، ودي بيسموها مناسبة نزول، لأن يعني بالنسبة للحدث الذي حدث لأبي بكر وعمر هم حصل الموضوع فنزلت الآية. أما أنس أما ثابت بن قيس فهو الحدث بتاعه حصل بعد نزول الآية. لما نزلت تلك الآية فثابت بن قيس، طبعا عارفين حضراتكم ثابت بن قيس ما شاء الله صاحب صوت قوي جدا جدا، وكان له أسلوب مميز جدا في الخطابة، ولذلك كان النبي عليه السلام طبعا عارفين النبي كان يعني يختار الرجل المناسب ويضعه في المكان المناسب. فالنبي لما كان بيجي له الوفود، طبعا معروف ان من ضمن الطقوس اللي كانت بتتعمل لما يجي وفد داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوفد يقوم واحد ويخطب خطبه عصماء، يعني عشان يوضح مثلا واخد بال حضرتك، بيقدم الوفد بتاعه بيقول احنا جايين ليه وبنطلب ايه وجايين بنمتثل لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبه بالاسلام، وبنشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، يعني ايه، او اذا كان الوفد جاي عشان بس النبي يعرض عليهم الاسلام، فلازم في خطبه بتتقال من الوفد اللي جاي، بينقوا واحد يخطب. فكان النبي بيقوم قدامهم واحد برضو لازم يخطب، هم يخطبوا واحنا لأ، فكان بيقوم ثابت بن قيس. ليه ما كانش بيقوم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ مع أن مثلا عمر الخطاب صوته برضو كان قوي جدا ما شاء الله، واحد زي مثلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم صوته ما شاء الله كان قوي جدا جدا، لكن ثابت بن قيس كان بيجمع بين قوة الصوت وبين البلاغة وقوة التأثير في الخطابة. يعني لما كان يقف يخطب كان الكلمة بتاعته كانت تهز اللي قدامه كلهم. فثابت بن قيس طبعا صوته قوي جدا، فكان بيرفع صوته فوق صوت النبي بلا قصد، يعني هو ما يقصدش، هو مجرد مثلا واقف عمال بيقول، يعني انا مثلا بتكلم معك بقول لك حضرتك وبنتكلم وبنقول و فبتكلم بصوت واطي، انما لما اجي في خطبه الجمعه بقول ان الحمد لله، يعني ايه طبيعي جدا. الخطبه كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام يخطب كان يحمر، اذا خطب احمر وانتفخت أوداجه وعلى صوته حتى كأنه نذير حرب يقول صبحنا ومسانا، إلى غير ذلك مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب. فثابت بن قيس كان صوته قوي ومؤثر، فهو أول ما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال بس خلاص كده، أنا إيه، أنا رحت في خبر كان، أكيد مدام أنا بعلي صوتي أكيد أنا حبط عملي وأنا كده خلاص داخل النار، ويا ريتني ما عليت صوتي في يوم من الأيام، وراح حابس نفسه في البيت. حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي عمره ما ينسى حد أبدا، عمره ما ينسى حد من أصحابه أبدا ولا من أمته أبدا، فكان لما يصلي وبعد ما يصلي ويسلم يستدير ويتفحص وجوه الصحابة ويبص مين اللي غايب ومين اللي حاضر، لو لقى واحد غايب في وسط حشود الصحابة دول كلهم كان يقول أين فلان ابن فلان. فالمرة دي النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس، فقال أين ثابت ابن قيس؟ فلا مش موجود. فقال من جاره؟ فقال سعد بن معاذ أنا يا رسول الله. قال هل به من بأس؟ هو كان مريض ولا حاجة عشان ما بيجيش يعني؟ قال له ما علمت به من بأس يا رسول الله. قال له طيب اذهب إليه وقل له لماذا لا تأتينا. فذهب إلى ثابت بن قيس راح مخبط عليه، إيه ثابت إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لماذا لا تأتي إلينا. فقال شر يا سعد،
والله لقد نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. طبعا ما على الرسول إلا البلاغ. سعد بن معاذ قال ثابت بن قيس مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، وراح واخد المقالة بتاع ثابت بن قيس وراجع بيها للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله ده هو حبس نفسه البيت، لأن الآية دي لما نزلت هو طبعا كان صوته عالي وهو بيخطب، فظن أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار. أروح أقول له إيه يا رسول الله؟ قال ارجع إلي فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. شو بقى نعمة وجمال وعظمة الوحي بقى. ولذلك أم أيمن رضي الله عنه ورضاه في الحديث اللي رواه مسلم، إن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن قالت بقى إيه لأبي بكر وعمر، هيا نذهب ونزور الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان النبي يزوره. يعني بيقول أبو بكر وعمر بيقول له يلا نروح نزور أم أيمن زي ما كان النبي بيزورها، قال له يلا. فلما راحوا لأم أيمن، أم أيمن بمجرد ما شافتهم راحت بكت، فبكى أبو بكر وعمر. وقال لها أبو بكر يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ أنت زعلانة ليه؟ هو أنت فاكرة أن إحنا كنا يعني ممكن يكون عندنا حاجة للنبي أفضل من اللي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ده ربنا هو اللي بيكرمه، ده حبيب المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فقالت لهم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني أبكي. شوف ذكاء بقى هذه المرأة، قالت ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. الوحي كان كله خير، فلان أذنب فيأتي الوحي بتوبة المولى عز وجل على هذا المذنب، يأتي الوحي ليخبر النبي أن فلان من أهل الجنة، يأتي الوحي ليخبر أن فلان الجنة تشتاق إليه، يأتي الوحي يخبر أن فلان سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وحي كله خير. فبتقول له أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فبمجرد ما سعد بن معاذ قال للنبي يا رسول الله إنه يقول إنه من أهل النار لأنه يعلو صوته، بمجرد ما قال له جملة ديت كان جبريل عليه السلام نزل من فوق سبع سماوات وأصر للنبي في أذنه يا رسول الله قل له يذهب إلى ثابت بن قيس ويقول له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. الله أكبر. فلا تسأل عن المبشر ولا تسأل عن المبشر، بشرى لا تقوم لها ولا توازيها الدنيا بما فيها. فذهب سعد بن معاذ وقال لثابت بن قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. ويا سلام بقى حبيب قلبي لما الواحد يكون عايش في الدنيا ويبقى عارف إن هو من أهل الجنة. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك وإحنا ماشيين كده في الدنيا ديت، ماشيين بنتحرك ماشيين في أرض الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم يقينا أننا من أهل الجنة، شيء يفوق الخيال. فثابت بن قيس من شدة الفرحة حب يسمعها من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. طبعا لحد كده رواية البخاري ومسلم تنتهي. تيجي بقى رواية عند أحمد بسند صحيح إن ثابت بن قيس عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل يا رسول الله طبعا أرضى. فعاش حميدا رضي الله عنه وأرضاه ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. قد إيه لما بتتعايش مع أسباب النزول، عشان كده قلت لك إنك يعني لو هتتابع الحلقات دي تابعها من خلال كتاب أسباب النزول، كتاب الجديد اللي عامله. ليه بقول لك كده؟ لأن أنت من خلال حتى صلاة التراويح وصلاة التهجد فيما بعد اللي بيعملوها في آخر رمضان، واخد بالك، ومن خلال الصلاة كلها وأنت بقى عمال بتقرأ في أسباب النزول. يعني أنت النهارده مثلا هتقرأ مثلا في الجزء رقم مثلا 4 أو 5 أو 8 أي جزء، شوف في كتاب أسباب النزول في الجزء الثامن كام سبب نزول نزل في بعض الآيات اللي في الجزء الثامن. اقرأ أسباب النزول لما تقف خلف الإمام وانت عارف تفسير الآيات وعارف أسباب النزول، تؤثر جدا جدا في درجة خشوعك وفي درجة إقبالك وفهمك للقرآن ولآيات القرآن وخشوعك في الصلاة، تتأثر جدا جدا بأسباب النزول. قد إيه الأدب شيء لا يخطر على قلب بشر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد إيه شيء جميل جدا. ولذلك شوف إن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم كان يأتي الأمر والله العظيم لا يتنعثم أحد منهم ولا يؤخر أمر النبي لحظة واحدة أبدا، لا يمكن يرفع صوته فوق صوت النبي ولا يمكن يرفع رأيه فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حب يكلم الصحابة، فقال وهو في المسجد فقال اجلسوا. ابن مسعود كان واقف بره المسجد في عز الحر، وطبعا حضراتكم عارفين حر مكة والمدينة، وده امتى بقى؟ مش يعني ده قبل الرخام بقى والمظلات، يعني ده ايام ما كانت صحراء. فاذا بابن مسعود
يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المسجد، فجلس في الشمس المحرقة لحد أما النبي خلص كلامه كله. فلما أراد النبي أن يخرج وجد ابن مسعود جالسا في الشمس، فقال: ما حملك على هذا يا ابن مسعود؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا، فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نكمل مع بعض. هذا السبب من أسباب النزول، وهذه الأخلاق الحميدة عند أصحاب النبي. ولكن بعد هذا الفاصل، صلى على حبيبك. أما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين في المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. يعني فعلا محتاجين ان احنا ما نرفعش صوتنا فوق صوت النبي، ومحتاجين ان احنا ما نرفعش رأينا فوق رأي النبي. نرفع دايما شعار لأي حاجة نسمعها ولأي أمر بنسمعه من المولى عز وجل أو من رسولنا صلى الله عليه وسلم، نرفع شعار دايما سمعنا وأطعنا. وأي نهي يأتينا من عند الله أو من عند رسول الله، نرفع شعار سمعنا وانتهينا. الإنسان في حياته الشخصية لما بيحب حد يقول لك عمري ما أقدر أكسر أمره. الزوجة لما تحب زوجها مهما يأمرها تقول له أمرك على عين وعلى الراس، ما أقدرش أكسر كلامك أبدا، طالما طبعا في طاعة الله مش في معصية الله سبحانه وتعالى أو في أي شيء من المباحات. لما واحد يكون بيحب صديق ويقول له إلا أنت بالذات ما أقدرش أكسر كلامك، لما تلميذ بيحب شيخه بيقول له ما أقدرش أكسر كلامك. طيب لما إنسان يحب النبي ليه بيكسر كلامه؟ يبقى أنا لما أسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لازم أن أنا أمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وكرامة وعلى راسي. يعني أن النبي يقول كلمة وأنا لابد أن أنا أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بتبقى الإنسان كداعية ممكن يكون تعبان شوية ساعات، ممكن يجيله ظروف صحية إلى غير ذلك. علم الله سبحانه وتعالى في عز ما الواحد بيكون تعبان ويكون عنده ألم شديد جدا جدا، إلا أنه بمجرد بس ما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية، والله لو أنت في عز موتك تقوم وتوصل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي المسألة، أن أنت لازم تكون على طول قدام عينك كده أوامر النبي وأوامر ربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، أن أنت بتمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل لو واحد لحد الآن ما بيصليش والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لو إن النبي هو اللي قبله وقف قدامه وقال له ابني حبيبي بتصلي ولا لأ؟ طبعا ممكن لازم يكون صريح معاه، لأنه عارف إنه لو ما كانش صريح معاه الوحي هينزل ويخبر النبي إن الشاب دوت بيضحك على النبي عليه السلام أو ما بيقولش الكلام الصحيح، يعني ما هوش صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهيقوله لأ، لو إن النبي أمره إنه يصلي هل يقدر يكسر أمر النبي؟ أنا لا أتخيل، لا أتخيل مسلم والله لو كان حتى بيشرب خمر، شوف أدي وأقسم لكم بالله، حتى لو كان الشاب ده بيشرب خمرة أو كان بيفعل أي شيء وقابله النبي، يعني النبي ليه مكانة في قلب المسلم أيا كان مسلما طائعا أو عاصيا، النبي ليه قدر ومكانة في قلب الناس شيء لا يخطر على قلب بشر. فلما النبي يقابله ويقول له هتصلي ولا مش هتصلي ابني؟ طبعا سمعا وطاعة يا رسول الله، هصلي إن شاء الله. من إمتى؟ من دلوقتي حالا. خد بالك، لو قابل واحدة مش لابسة حجاب وقال لها بنتي أنا نفسي أفتخر بك يوم القيامة وانت جاي عندي على الحوض علشان أخد من حوضي وشربك من إيدي شربة واحدة، عارفة يا بنتي لو شربت الشربة دي من إيدي لن تظمأي بعدها أبدا. النبي قال كده كما عند مسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من الثلج وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. رسائل كثيرة بالمئات والآلاف بتيجي للواحد من أباء وأمهات بيشتكوا من عقوق الأولاد خصوصا في الزمن ده. الحقيقة الزمن دوت لأن ضغط عليه التكنولوجيا والماديات، وشباب اللي طالع جديد شباب طيب قوي قوي وشباب في خير كتير قوي، بس الدنيا بقى رتمها سريع قوي، الدنيا بقى رتمها مزعج قوي قوي زيادة عن اللزوم، فكتير منهم مشغول لدرجة انه مش فاضي حتى يقول كلمة حلوة لأمه او ابوه.
ده مش مش طبعا دي تهمة لكل الشباب، انما بعض الشباب مشغول بالدنيا ومصالحه ومشاغله ومشاريعه ودراساته الى غير ذلك، لكن اوعى تنسى في زحمة الحياة امك وابوك اللي هم اغلى حاجة بعد النبي والصحابة وبعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. امك وابوك لو انك انت كنت عاقل ليهم والنبي قبلك وقال لك يا ابني اسمع كلامي، بر امك وابوك دول طريقك للجنة، وبيقول لك الوالد أوسط أبواب الجنة، تقدر تكسر كلام النبي، تقدر ترفع صوتك فوق صوت النبي. طب ليه أنا بقولك الكلام ده كله؟ بقولك الكلام ده كله عشان أوضح لك مسألة مهمة جدا. إن كنت أنت لما هتقابل النبي لا يمكن تكسر كلمة قالها النبي لأنك هتستحي من النبي، فمن باب أولى لو أنت بتحب النبي فعلا اسمع كلامه وهو مش قدامك، بل بيوصلك كلامه من خلال العلماء وأهل العلم وطلبة العلم والمشايخ والدعاء والوعاظ بيوصلوا لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمل شيء في المسلم أنه لما يحب حد يسمع كلامه هو غايب، لأن سماع كلامك ليه وهو غايب أعظم ألف مرة من أنك تسمع كلامه وهو حاضر. يمكن وهو حاضر تستحي منه، إنما لما تكون بتسمع كلامه وهو مش قدامك ده معناه أن أنت بتعظم هذا الإنسان وبتوقره وبتحترمه وتجله. هي دي المسألة اللي أنا عايز أوصلها، أن إحنا أوعى حد فينا يرفع رأيه أو كلامه أو صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي في برامج التوك شو اللي انتشرت على الفضائيات تلاقي محاورات كثيرة جدا ومناظرات كثيرة جدا بالناس بيتكلموا، يعني النهاردة قدرا بقلب كده على إحدى القنوات بدون ذكر اسم القناة فوجئت بواحدة مسلمة لكنها تنكر تماما سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف للياء، وهي بتقول أنا مسلمة وبحب ربنا وبحب النبي لكن أنا غير معترفة بالكلام ده خالص، والإسلام ظلم المرأة وظلم ومش معترفة بحاجة خالص. هذه الإنسانة يعني يا رب يهدي الجميع يا رب، لأن احنا ما بنديش على حد الحمد لله، بندعي لكل الناس بالهداية. ربنا يهدينا كلنا، يهدينا احنا نفسنا، عشان تفتكروا ان احنا فوق الهداية؟ بالعكس، ده ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول كل يوم 17 مرة في الفرائض من غير الرواتب والنوافل، يقول اهدنا الصراط المستقيم، اي ثبتنا على الصراط المستقيم. فمن باب اولى ان احنا نطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعاء كما جاء عند الترمذي بسند صحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكلنا محتاجين ربنا يهدينا ويثبتنا، عشان لما تيجي تقول لواحد ربنا يهديك يقول لك انت شايفني ايه متشيطن يعني؟ عشان لا، بالعكس، انا لما ادعي لك بالهدايه دي دعوه جميله جدا، بس لا تقطع على سبيل السخريه، يعني ما اجيش لواحد كده واقول له انت بقى ربنا يهديك، معناها ايه؟ معناها ان انت اسوأ انسان انا شفته في حياتي وربنا يهديك. انما لما ادعي له كده ربنا يهدينا ويهديك، ربنا يثبتنا واياك على الهدى، يا دعاء جميل لكن لا يخرج في مخرج السخرية والاستهزاء بالناس. فاحنا محتاجين ان احنا نوقر امر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش فينا يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاه والسلام. وانا اثرت النهارده ان انا ما اذكر لكمش امثله كثيره جدا، وان انا القي الامر ده على ارض الواقع ونتناقش على ارض الواقع ونتكلم ونشوف قد ايه حبك كمسلم بيقودك انك بمجرد ما تسمع الكلام ده قاله النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى وظيفة الدعاء، ان هم الدعاء المفروض ان هم يتعبوا شوية ويكدوا ويعني ويكدحوا شوية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، في ان هم ما يوصلوش للأمة الا الاحاديث الصحيحة والحسنة فقط، مش نقعد نوصل للناس بقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة والاحاديث التي المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تحفظ الاحاديث دي، وفي الاخر يجي عالم تاني يقول لهم الاحاديث دي مكذوبه، يقول طب نصدق مين؟ فليه نحط الامه في الحيره ديت؟ ما نخلينا كده نتعب شويه ونجمع الاحاديث، والحمد لله ربنا يسر لنا الامور، عندنا البخاري ومسلم، فان لم نجد الحديث في البخاري ولا مسلم عندنا الحمد لله الاحاديث التي نقحها الشيخ الامام العلامه الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه واسعه، ونشوف الحمد لله يسر لنا الامر ووفر علينا جهد كبير جدا في ان احنا نبحث عن الحديث الضعيف او الحديث الحسن او الحديث الصحيح، الأمر بقى ميسور جدا الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هدد في هذه المسألة كما عند البخاري فقال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا في أشد الحاجة ان احنا نوقر أمر النبي ونعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف قد ايه
شوف، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا جماعة، الإنسان مدام ربنا قال حاجة أو رب أو النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة، ما هو من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمدام الأمر جاء من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا يسعني مسألة القبول أو الرفض، أنا خلاص أنا عبد. أنا وظيفتي في الدنيا حبايب قلبي إن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى، وإن أنا أكون متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش إن أنا أقول في ده آه وده لا، ما ينفعش إن أنا أنقف أحكام ربنا سبحانه وتعالى، بل علي السمع والطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدقوني أسعد شيء في حياة العبد المسلم إن هو يذعن أمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقعدش ينتقي وما يقعدش يرفض ده، لأن ممكن الإنسان ينسلخ من الإيمان شعرة شعرة وحبة حبة لو إنه رفض أمر المولى عز وجل مرة وأمر النبي مرة واستنكر هذه المسألة مرة واستنكر الحديث ده مرة، وبدأ يشعر أن الشرع ده لا يناسب هذا العصر. كل هذه الأمور عياذا بالله ممكن تسحب الإيمان من قلب العبد شعرة شعرة، لحد ما يجي عليه وقت يلاقي نفسه ضاع وضيع كل حاجة جواه. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب العالمين الثبات على الإيمان والهدى، وإن ربنا سبحانه وتعالى يثبت الإيمان في قلوبنا ويرزقنا نعمة الهداية والتثبيت والتوبة الصادقة، وإن ربنا يحشرنا يوم القيامة مع سيد ولد آدم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن شاء الله بكرة أجازة، ونلتقي يوم السبت اللي جاي إن شاء الله مع آية وحكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اقرأ في الكتاب المستبين، من اقرأ في الكتاب المستبين.